آه يستر بستره يا رب. تلاحظون الآن في تويتر في التواصل الاجتماعي كل شوية مخطوف ولد، مخطوفة بنت، خطف فلان، خطف. آلات الاختطاف كثرت سواء من العيال وسواء من البنات. انتبهوا أيها الآباء أولياء الأمور، الوضع تأزم. كذلك أنا بتكلم أول شيء عن الأبناء، انتبه أنت، بعضهم يتميلح ويتزين وخلع على الله. للأسف الشديد من بعضها الصغار يتميلح ويتزين ويقول حسبي الله عليهم، يضايقوني بالكلام، يضايقون بالكلام لأنك أنت إيه، يضايقونك بالكلام. أكيد أنهم بيتحرشون بك شيء طبيعي، لأنك أنت اللي فتحت المجال لهم، أنت اللي مديت يدك للدشير. الدشير إذا شافوك عاقل وشافوك رجل وشافوك محش من نفسك ومحترم نفسك وتمشي سيدة مثلك مثل أي ولد، ما يقربونك ولا يتحوفونك ولا يجون الدير اللي انت فيها. ليش؟ لأنك محترم وعاقل وصاين نفسك وحافظ عمرك. أما نظام التميلح واتصل على فلان وحب فلان واغلي فلان اللي مع سيارة وهذاك معه مدري وش، وهذا فديتهم وفديت عمرهم وفديت تفحيطهم، فديت تفحيطهم قسما بالله لا طاح الفاس بالراس، انت عارف وش فديت تفحيطهم يا. يخلي الدشير يتسلطون على مثل هالصغار هذول للأسف الشديد. فأنا أقول انتبه يا صغير، انتبه وافتح عقلك، والله راح تندم على كل اللي مضى. بنات بعضها عندها سناب وتنزل شكلها وتنزل رقصة وتنزل مدروشه وقلة حية وخرابيط، والله ما كأن البنت هذه وراها رجال. كل العيال وللبنات انتبهوا، ترى الوضع تطور أشد من أول، والوحوش البشرية ما تخاف الله، ما عندها إلا هتك الأعراض. انتبه على نفسك وانتبه على نفسك وشف أنت من تخاوي ومن تخاوي، والحافظ والكافي الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم.